بكهرباء. نستعرض كهربا حقق ايه مع النادي الاهلي في الوقت اللي لعبه 31 دقيقه، سجل هدفين وصنع هدف له ثلاث محاولات، الثلاثه اون تارجت، ودي الفعاليه اللي هنجي لها بعدين. التمريرات دقتها 81%، فاز بالكره 4 مرات، وعلى فكره ده رقم مهم جدا دفاعيا لكهربا، انه في 31 دقيقه يفوز ب4 كرات، ده متوسط يقترب يكون لو هو بيلعب 90 دقيقة يبقى الأفضل، وفقد الكرة مرة واحدة، وكمان ده معدل كويس. ولكن هنشوف معدل النادي الأهلي في التسديدات على المرمى اون تارجت في المباراة دي. محاولات الأهلي الناجحة لو عرضناها اللي هم ال 11 محاولة، 3 لحسين الشحات، 3 الكهرباء اللي لعب 31 دقيقة بس، هو الأعلى بالمشاركة مع الشحات، 2 للشيخ، رامي ربيعة، مجدي قفشة، مروان محسن. طب ترجمة المحاولات، احنا بنتسلسل معاك اهو لحد ما نشوف ازاي كهربا فرق في النتيجة اللي هي 5. نشوف عدد المحاولات الصحيحة، الرسم البياني ليها كان عامل ازاي. المحاولات عندنا 3 محاولات في اول ربع ساعة، 0 في تاني ربع ساعة، الربع ساعة الاخيرة من الشوط الاول 2، 0 في اول ربع ساعة في الشوط التاني. نيجي بقى كهربا بدأ يدخل الملعب في اخر نص ساعة، عندك 6 محاولات من 11 اللي هي تزيد عن نسبة 50% في الوقت اللي اشترك فيه كهربا. كمان الاستحواذ ده انعكس ان اخر ربع ساعة يا احمد هي الاعلى للنادي الاهلي في الاستحواذ، لاعب واحد شارك 31 دقيقة هو الاعلى في المحاولات على المرمى، سجل هدفين وكمان صنع هدف، يعني مشارك في 3 اهداف من 5، هي اعلى فترة فيها محاولاتك على المرمى واعلى فترة فيها استحواذك، وهو ده يا احمد كرة القدم لما بتكون كلها